قال المؤلف رحمه الله: وأما الشهداء فتصعد أرواحهم فورا إلى الجنة. يعني الشهيد له مزية، وهي أنه حين يموت، حين يقتل هذا المسلم الذي يقاتل في سبيل الله مخلصا لله تعالى، روحه فورا يصعد إلى الجنة. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر في الجنة تأوي إلى قناديل من ذهب معلقة بالعرش. فالشهداء بعد أن يموت الواحد منهم روحه فورا يصعد إلى الجنة ويكون في شكل طائر أخضر. هذا معنى في حواصل طير خضر، ليس معناه أن الروح يكون في حوصلة الطير، لا، الروح روح الشهيد يكون في صورة طير أخضر يأكل من ثمار الجنة، ثم يأوي هذا الروح الذي هو في شكل طائر أخضر إلى قناديل كما قال الرسول من ذهب معلقة بالعرش صلى الله عليه وسلم. فالشهيد بما أن روحه يتنعم في الجنة، يمشي يسرح في الجنة بشكل طائر أخضر، أثر هذا النعيم الحاصل لهذا الروح في الجنة يصل إلى الجسد، فجسد الشهيد يبقى مهما مر الزمان، يبقى جسد الشهيد يبقى طريا ولا يبلى، لا تأكله الأرض ولا تتسلط عليه الهوام، والدم يجري في عروقه. يعني لو جسه الشخص يجده حارا، فيه حرارة كالإنسان الحي، كالإنسان الذي هو حي بين الناس. هذا بسبب النعيم الحاصل للروح مع بعد الروح عن الجسد، لأن الجنة في مكان بعيد، الجنة فوق السماوات السبع وفوق الجنة العرش، هذا المكان بعيد، فوق السماوات السبع بعيد، كما أن الشمس، أليست الشمس بعيدة منا بعدا شاسعا؟ ومع ذلك أثر الحرارة، النور الذي يخرج من الشمس حار، أثر هذا النور يصل إلى أجسادنا، والجسم يستفيد من ذلك، والأرض تستفيد من ذلك، والماء أيضا، للماء فائدة وللنبات فائدة من الشمس مع بعدها عنا وعن الأرض وعن النباتات وعن البهائم التي تعيش في هذه الأرض. والشهيد أثر النعيم الحاصل لروحه يصل إلى جسده، فيبقى كما هو، يبقى جسد الشهيد مهما مر الزمن يبقى جسده كما هو. تنبيه: يستثنى من السؤال الأنبياء والشهداء، أي شهداء المعركة، يعني الذي هو مستثنى كما نص عليه العلماء من سؤال الملكين، شهيد المعركة، هذا لا يسأل، الذي مات في سبيل الله مخلصا لله. وكذلك الأنبياء، كل الأنبياء لا يسألون. وكذلك الطفل، أي الذي مات دون البلوغ، هذا أيضا لا يسأل، الذي مات دون البلوغ وهذا ليس مكلفا. الصبي الذي مات دون البلوغ لا يكون مكلفا. الشرح: الشهداء الذين ماتوا وهم يقاتلون في سبيل الله خصهم الله بمزايا عديدة، منها أنهم لا تبلى أجسادهم وتصعد أرواحهم فورا إلى الجنة. كذلك إذا واحد كان في دبر كل صلاة مفروضة يقرأ آية الكرسي، بعد أن يموت روحه فورا يصعد إلى الجنة ثم يعود، لكن له هذه البشارة. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من قرأ دبر كل صلاة آية الكرسي لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. يعني إذا كان يحافظ على هذا، أن يقرأ دبر كل صلاة مفروضة آية الكرسي، أي قراءة صحيحة، لما يموت روحه فورا يذهب إلى الجنة ثم يعود إلى الجسد، لكن له هذه المزية بسبب قراءة آية الكرسي عقب كل صلاة. وفيها أيضا تحصين، قراءة آية الكرسي مهمة للتحصين، للحفظ يعني، من أذى الجن ومن السحرة أيضا. واحد حدثنا عنه
شيخنا الشيخ عبد الله رحمه الله كان في الحبشة من الأتقياء من الطيبين. قيل له عن رجل يعمل بالسحر، حدث عن شخص يعمل بالسحر، فقال للناس أنا أذهب إليه حتى يكسره أمام الناس. ماذا فعل هذا الرجل التقي الطيب؟ صار من بيته يقرأ آية الكرسي، يعني من لما انطلق من بيته ليلاقي هذا الساحر الذي يعمل مع الجن يقرأ آية الكرسي. قبل أن يصل إلى البيت هذا الذي يعمل بالسحر ويستعين بالجن هرب من البيت، خاف الجن الذين معه يكونون أخبروه أن هذا الجائي رجل تقي يقرأ آية الكرسي لا تقوى عليه، اهرب منه، اخرج من هنا. فهرب منه من قراءة آية الكرسي، فحافظوا على قراءتها كل صباح ومساء ودبر كل صلاة أيضا، لكن بقراءة صحيحة. وقد ورد في الحديث الذي رواه مسلم وغيره أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل. والمعنى أنهم قبل يوم القيامة تكون أرواحهم في حوصلة هذه الطيور يطيرون في الجنة ويأكلون من ثمارها، أما يوم القيامة فكل واحد منهم يأخذ متبوأه الخاص، يعني المنزلة التي شاء الله له أن يكون فيها. أما هذا الذي ورد في الحديث معناه قبل يوم القيامة روح الشهيد تعيش في شكل طائر أخضر تسرح في الجنة حيث تشاء، لا يدخلون في حواصل الطيور التي في الجنة. والأولياء والوليات بعدما يأكل التراب أجسادهم أرواحهم تصعد إلى الجنة، كل الأتقياء كل الأولياء كل الوليات بعد بلا الجسد أرواحهم تصعد إلى الجنة، تعيش أيضا في الجنة تسرح هناك بشكل طائر ليس بشكل جسده الذي كان عليه في الدنيا. هذا الذي ورد ليس عن الصغير، بعض الناس يقولون عن الأطفال إذا ماتوا يكونون عصافير في الجنة، يكونون طيورا في الجنة، مشهور بين أهل لبنان هذا الكلام، هذا غير صحيح. الصواب أن الذي يكون في شكل طائر هو روح الشهيد وروح الإنسان التقي بعد بلا الجسد، قلنا الشهيد الذي مات في سبيل الله جسده لا يبلى، لكن الأولياء أغلبهم حتى الذين هم وصلوا للولاية يعني أغلبهم تبلى أجسادهم، لكن ليس بتسلط هوام الأرض الدود والحشرات غير الدود، لا، إنما ببلا الجسد يأكل التراب أجسادهم. بعض الأولياء أجسادهم تبقى لا تبلى، هذا الذي يبلى جسده التقي الذي يبلى جسده بعد بلا الجسد روحه يصعد إلى الجنة يكون في شكل طائر يسرح هناك في الجنة يأكل من ثمار الجنة. واحد من الصحابة كان على فراش الموت فجاءته صحابية تزوره فقالت له إن لقيت أبي فأقرئه منا السلام، فقال لها إن أشغل من ذلك، يعني من شدة التواضع أنه أنا أكون مشغولا بنفسي بحالي. فقالت له ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن نسمة المؤمن طائر يعلق من شجر الجنة؟ النسمة يعني الروح، أي إن روح المؤمن بعد بلا الجسد تكون في شكل طائر يأكل من ثمار الجنة. فقال لها بلى، يعني سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت له هو ذاك، يعني الأمر كما قال الرسول، يعني إن لقيت أبي، لأن أرواح الصالحين تتلاقى في الجنة بعد بلا الجسد، أقرئه مني السلام، بلغه أني أسلم عليه. اسمها أم بشر هذه الصحابية. الروح يتشكل بشكل طائر فيأكل من ثمار الجنة، ثم بعد البعث تعود الأرواح إلى أجسادها ثم يدخلون الجنة آمنين. وفي ذلك ورد الحديث إنما نسمة المؤمن طير يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه، رواه مالك.
يعني أنه بعد بلا الجسد يصير هذا، أن الروح تكون في شكل طائر يعلق في شجر الجنة، يعني يأكل من ثمار الجنة. أما قبل ذلك الروح يكون في الجسد، في القبر لما يدفن هذا الإنسان الصالح روحه يعود إلى جسده، ويوسع قبره 70 ذراعا في 70 ذراعا كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويملأ بالنور والخضر، لا يكون مكانا موحشا مظلما على المؤمن التقي، على المؤمن الصالح. أرواحهم بعد بلا أجسامهم تكون في الجنة تأكل من أشجار الجنة، لكن لا يتبوؤون المكان الذي هيئ لهم ليدخلوه في الآخرة، إنما لهم مكان ينطلقون فيه في الجنة فيأكلون من أشجارها ومن ثمارها. هذا قبل البعث، أما بعد ذلك بعد هذا الجسد وإن كان بلي لكن يبقى في من هذا الجسد عظم صغير، هو موجود في أسفل ظهر كل إنسان، كل واحد من بني آدم، يقال له عجب الذنب قدر ربع سمسمة واحدة. هذا عليه ركب جسد ابن آدم، وعليه بعد البعث يعاد تركيب الجسد، يعاد تركيب الجسد على هذا العظم الصغير. هذا مهما جرى على الإنسان هذا العظم لا يبلى، لو احترق، لو أكله سبع، مهما جرى عليه هذا العظم الصغير يبقى، يقال له عجب الذنب أو عجم الذنب، عظم صغير في أسفل ظهر كل إنسان من بني آدم. إنما لهم مكان ينطلقون فيه في الجنة فيأكلون من أشجارها ومن ثمارها. قال المؤلف رحمه الله: فإن قيل كيف يمكن سؤال عدد كثير من الأموات؟ فالجواب ما قال الحليمي: إن الأشبه الأقرب يعني أن يكون ملائكة السؤال جماعة كثيرة، جماعة كثيرة، يسمى بعضهم منكرا وبعضهم نكيرا، فيبعث إلى كل ميت اثنان منهم. يعني الأقرب أن هذا اللفظ لما نقول منكر يطلق على جماعة من الملائكة، نكير يطلق على جماعة من الملائكة. وقلنا إن معنى منكرا، إن معنى هذا اللفظ لما نقول منكر معناه مخوف، أمره غريب، ليس أمرا معتادا، ليس شيئا معتادا، من شأنه أنه يخاف منه، وهذا معنى نكير أيضا. لفظ منكر ولفظ نكير معناه مخوف، شيء يخاف منه، لأن بعض الجهلة مدعي العلم قال كيف يكون في سؤال في القبر من قبل ملك ويكون اسم هذا الملك منكر، ومنكر شيء قبيح. هنا ليس المقصود بمنكر القبيح، لما نقول منكر شرب الخمر منكر، أكل لحم الخنزير منكر، شيء قبيح محرم حرمه الله، هنا هذا اللفظ ليس معناه كذلك، إنما معناه مخوف، شيء من شأنه يخاف منه، هذا معنى منكر وهذا معنى نكير. فليس فيه حجة لإنكار سؤال القبر كما ادعى بعض أدعياء العلم في هذا العصر، كثير صاروا يدعون العلم. أليس طلع واحد من آل الكيال هذا ينكر عذاب القبر، وله فيديو صار ينتشر بين الناس ينكر فيه عذاب القبر. عذاب القبر موجود ذكره في القرآن الكريم، الدليل عليه في القرآن الكريم في أكثر من موضع من القرآن، وفي كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ومن أعرض عن ذكري يعني عن القرآن، من ترك الإيمان بالقرآن فإن له معيشة ضنكا، فسرها الرسول بعذاب القبر، المعيشة الضنك، الضنك يعني الضيقة، الرسول فسر هذه المعيشة الضيقة بعذاب القبر. وثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم: استنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه، يعني أكثر عذاب القبر من ترك التحفظ من البول، الذين يبولون من رجال أو نساء ثم لا يتحفظون فيتلوثون بالبول، هذا من أكثر أسباب عذاب القبر بالنسبة للمسلمين، الغيبة والنميمة وترك التحفظ من البول، هذا من أكثر أسباب عذاب القبر
بالنسبة للمسلمين، فهذا ثابت في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يعني معناه أن هذا الذي كان يحصل لهم من عرض النار وهذا فيه عذاب، غدوا وعشيا يعني في أول النهار في آخر النهار، أين كان هذا؟ في القبر. لأن الله تعالى قال: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، معناه كانوا يتعذبون قبل ذلك في القبور. فعذاب القبر أمره ثابت في القرآن وفي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، واتفقت عليه الأمة، متفق عليه في الأمة. فهؤلاء يعني أمثال هذا اللي من بيت الكيالي وعمر خالد وخالد الجندي ومن كان على شاكلتهم، هؤلاء جاءوا ليهدموا الإسلام، جاءوا لهدم الإسلام باسم الدين. يعني والمصيبة أن كثيرا من الناس يتأثرون بهم، يصدقونهم، مع أنهم أدعياء علم ليسوا من أهل العلم. مصيبة على المسلمين هؤلاء، يجب أن يحذروا الناس، يجب أن يحذر الناس منهم، ويجب أن يحذر منهم. لا يجوز السكوت، لأنه بالسكوت الناس ينطلي عليهم يستمعون لهم، أما إذا كان في همة قوية في التحذير من هؤلاء بذكر أسمائهم حتى يعرف الناس أن هؤلاء من أهل الضلال حتى لا يسمعوا لهم. يعني في ناس كانوا يحضرون مجالس ندرس فيها، ثم بعد مدة طويلة أحدهم يرسل لي سؤالا، يقول لي: يقول الدكتور محمد راتب النابلسي كذا وكذا، وكأنه ما سمع التحذير. لذلك يكرر التحذير من محمد راتب النابلسي، من يوسف القرضاوي، من خالد الجندي، من عمر خالد، من هذا الرجل الذي من آل الكيال الآن له ظهور يتكلم باسم أنه من أهل العلم. يعني فبعض الناس يتأثرون بهؤلاء، يجب التحذير من الضلال ومن أهل الضلال، لا يجوز السكوت. إذا واحد سكت عن التحذير من أهل الضلال، مع القدرة على التحذير يقع في معصية كبيرة. سبب ضلال كثير من الناس هؤلاء الذين يدعون الناس إلى الكفر باسم الدين. أليس أظن كلكم أو أظن كثير منكم رأى هذا الذي هو من مشايخ الأزهر، يقول: الجنة ليست حصرا على المسلمين بل يدخلها غير المسلمين، على زعمه والعياذ بالله. وقال: الكافر إذا كان يقاتل في سبيل البلد فهو شهيد ويدخل الجنة. عن الكافر، الله سبحانه وتعالى حرم الجنة على الكفار، الجنة للمؤمنين ليست للكفار. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا، السعير يعني النار الشديدة، جهنم يعني، خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. الكفار مصيرهم أنهم سيخلدون في جهنم، علموا هذا للصغار حتى يحفظوا هذا، حتى ينشأوا على هذا. وقلت لكم شيخنا المؤلف رحمه الله قال: في بلادنا الصبي الصغير، الصبية الصغيرة لما يصير عنده تمييز يحفظونه هذه الجملة، يحفظونه: المؤمنون إلى الجنة والكفار إلى جهنم، من صغره حتى ينشأ على هذا، يعني يكون تعود على هذا، تقرر هذا عنده واستقر في قلبه. كيف استقر في قلوب كثير من الناس من أهل بلادنا أن الله يسكن السماء؟ لأنهم من صغارهم سمعوا من آبائهم وأمهاتهم أو أجدادهم وخالاتهم وعماتهم يقولون الله فوق. بيقولوا بعض العوام إذا أرادوا التعبير عن شدة محبة شخص يقولون: أنا عندي الله فوق وابني تحت بالأرض. فماذا يتصور السامع؟ أن الله يسكن السماء. أليس يقول بعض المصريين وبعض السوريين وبعض اللبنانيين يقولون الله بسماء؟ هكذا يقولون، يستعملون هذا التعبير إذا أرادوا على زعمهم أنهم يحلفون، يعني كأنهم يحلفون، يقولون الله بسماء. ماذا يأتي إلى بال الشخص لما يسمع كلمة الله بسماء؟ أن الله يسكن السماء. أليس في بلادنا من المقرر عند العوام، جهلة العوام، أن النعل إذا كان مقلوبا يقولون له اقلبه، اقلبه. شو تقرر في نفوس
كثير منهم قال حتى لا يواجه الله والعياذ بالله، أنه إذا كان هكذا حتى لا يكون مواجها لله. الله خالق الجهات، فالجهات الست بالنسبة إلى ذات الله على حد سواء، لا مناسبة بينه وبين أي جهة من الجهات، هو كان موجودا قبلها وهو خلقها، كما أنه لا مناسبة بينه وبين العرش أو بينه وبين السماء أو بينه وبين الكرسي، لأنه خالق ذلك. المناسبة تكون بين المخلوقات. فلاحظوا هالعبارات هاي الطيبة الحلوة تحفظ للصغار في صغارهم، أن الله موجود بلا مكان، حتى يستقر في قلوبهم أن الله خالق العرش فلا يجلس على العرش، أن الله خالق السماء فلا يسكن السماء، أن الله خالق كل شيء فلا يحتاج إلى شيء، أن الله وحده الموجود الذي لا بداية لوجوده، وأن كل شيء يجري في هذا الكون بمشيئة الله وتقدير الله وعلم الله. إذا استقر هذا في قلبه لا يسهل على أهل الضلال أن يخرجوا هذا من نفسه وأن يبثوا الضلال فيه. أما إذا لم يكن عنده هذا، كان فارغا من هذا العلم الصحيح، يسهل على كثير من أهل الضلال أن يدخل الضلال فيه. لذلك املأوا قلوبهم بالعلم الصحيح من صغرهم. ما أحسن هذه الدورات التي يعملها إخواننا ويعلموا فيها الأطفال الصغار الذكور والإناث، الله خالق كل شيء، الله مالك كل شيء، الله كان موجودا قبل كل شيء، كل شيء بمشيئة الله، كل شيء بتقدير الله، كل شيء بعلم الله، الله خالق السماء، الله خالق العرش، الله خالق الأماكن، الله لا يحتاج لشيء من خلقه، فهو موجود بلا مكان ولا جهة. هذا من الصغر يحفظ حتى يستقر في قلب هؤلاء الأطفال فينشأ على هذا الخير العظيم. فإذا جاء واحد من أهل الضلال لا يستقبلون كلامه الفاسد الذي يخالف هذا، الذي يخالف هذا الحق. والأولياء والوليات بعدما يأكل التراب أجسادهم أرواحهم تصعد إلى الجنة، فتسرح في الجنة بشكل طائر ليس بشكل جسده الذي كان عليه في الدنيا. الروح يتشكل بشكل طائر فيأكل من ثمار الجنة، ثم بعد البعث تعود الأرواح إلى أجسادها ثم يدخلون الجنة آمنين. وفي ذلك ورد الحديث: إنما نسمة المؤمن طير يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه، رواه مالك. أرواحهم بعد بلا أجسامهم تكون في الجنة تأكل من أشجار الجنة، لكن لا يتبوؤون المكان الذي هيئ لهم، يعني لا يكونون فيه، لا يأخذونه الآن ليدخلوه في الآخرة، إنما لهم مكان ينطلقون فيه في الجنة. ثم وصلنا إلى قوله: فإن قيل كيف يمكن سؤال عدد كثير من الأموات، فالجواب ما قال الحليمي: إن الأشبه أن يكون ملائكة السؤال جماعة كثيرة يسمى بعضهم منكرا وبعضهم نكيرا، فيبعث إلى كل ميت اثنان منهم. كما إذا واحد سألكم أيضا، قلنا الآن جاي موسم الزيارة والحج، فإذا قال لكم كيف الرسول يرد سلام المسلم ويسلم على الرسول آلاف مؤلفة في وقت واحد، الجواب أن الله قادر على كل شيء، يمكن الرسول، الله يمكن الرسول من أن يرد السلام على كل المسلمين ولو كانوا ملايين في وقت واحد، كما أن الله يمكن عزرائيل الذي هو ملك الموت من قبض أرواح الملايين إن ماتوا في وقت واحد، وعزرائيل شخص واحد، شخصه واحد، ملك واحد عليه السلام هو ملك الموت. الله قادر على كل شيء، وهذا ليس مستحيلا، هذا ليس أمرا مستحيلا، الرسول يرد سلام كل مسلم من المسلمين عندما يزوره ويسلم عليه. لو وقف في وقت واحد 100,000 شخص وقال كل واحد السلام عليك يا رسول الله، الرسول يرد على كل واحد. الشرح: أن الذي يسأل الأموات ملكان اثنان، أو يكون هناك جماعة كل واحد منهم يسمى منكرا وجماعة كل واحد منهم اسمه نكير، فيأتي إلى كل ميت اثنان منهم، أحدهما من هذا الفريق والآخر من ذاك الفريق. هلأ أنتم عرفتم
أن منكرا ونكيرا هذا اسم ملك من الملائكة، فهذا لا يجوز أن يستخف به، الملك لا يجوز أن يستخف به، لأن بعض الناس إذا انزعجوا من شخص يقولون له شايفك بوش مثل عزرائيل أو مثل منكر ونكير، أو أحيانا امرأة ترى أن ولديها اختلفا وصار بينهما خصومة فبتقول لهم ايش بكم مثل منكر ونكير، وأحيانا بعض العوام ما بيعرفوا اسمه مظبوط فبيقولوا مثل أنكر ونكير، ما بيقولوا منكر بيقولوا أنكر ونكير. القاعدة هنا أن الاستخفاف بالملك كفر، استخفاف بالملك كفر، إذا واحد سب ملكا أو استخف به استهزأ به يخرج من الإسلام والعياذ بالله، فلا يجوز الاستخفاف، لا يجوز سب عزرائيل ولا منكر ولا نكير ولا أي واحد من الملائكة. ويحتمل أن يعطي الله لهؤلاء أشباحا، يعني كيف الشخص بيكون أشخاص بتصرف روح واحدة، الله قادر على ذلك، فيحضران إلى كل ميت بشبحين، إما بالشبح الأصلي وإما بالشبح الفرعي، يعني هذه الأشباح الأجساد يعني هي أجساد ملائكة بتصرف روح واحدة، الله قادر على ذلك. وكذلك عزرائيل يحتمل أنه يتطور إلى أشباح كثيرة ويقبض هذه الأرواح الكثيرة، ولو كان في اليوم الواحد وفي الساعة الواحدة أراد أن يقبض 100,000 نفس يستطيع أن يحضر ويقبض هؤلاء الأرواح، ثم يتناول منه الملائكة، إما ملائكة الرحمة يعني إذا كان الميت من الأتقياء من الصالحين روحه يستلمها من عزرائيل ملائكة الرحمة، وإما ملائكة العذاب إذا كان من الكفار روحه يستلمها من عزرائيل ملائكة العذاب، الله ينجينا. ملائكة الرحمة منظرهم جميل، أما ملائكة العذاب فمنظرهم مخيف، فلا يتركون الروح في يد عزرائيل كما ورد في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، بعدما يقبضها طرفة عين، يعني فورما يقبض عزرائيل الروح يخرجها من الإنسان إن كان صالحا هذا الروح هذا الإنسان اللي مات ملائكة الرحمة فورا يستلمون من عزرائيل، وإن كان كافرا ملائكة العذاب فورا يستلمون من عزرائيل، يذهبون بها إلى السماء إن كانت الروح مؤمنة وإن كانت كافرة فإلى الأرض السابعة إلى سجين، سجين مكان مظلم موحش في الأرض السابعة، هذا المكان هناك بعد بلا جسد الإنسان الكافر يستقر روحه، لكن قبل هذا عندما ينزع الروح يأخذ عزرائيل روح الكافر يستلمها ملائكة العذاب ينزلون بها إلى سجين، هناك يسجل اسم هذا الكافر وهو الروح يسمع ويرى ويحس، يعني يرى الروح يرى ويسمع ويشعر يحس، المؤمن الطيب التقي روحه لما يصعد به إلى السماء الملائكة يزفونه من الأرض إلى السماء ثم ملائكة السماء يستقبلونه، فهذا الروح يرى ذلك ويسمع الكلام الذي يقوله الملائكة، روح من هذا؟ الملائكة الرحمة الذين يحملون يقول روح فلان ابن فلان، فيرحبون به فيفرح يحصل له سرور بهذا الكلام الذي يسمعه. تنبيه مهم، ما يتوهمه بعض الناس من أن القبر يضيق على كل أحد في البداية ثم يوسع على المؤمن غير صحيح، فإذا القبر لا يضيق على كل أحد إنما يضيق على بعض الناس، يضيق على كل الكفار وعلى بعض عصاة المسلمين، أما الأنبياء الشهداء الأولياء الأتقياء الصالحون الأطفال وهؤلاء لا يضيق عليهم القبر، ليس عليهم عذاب، هذا يعرف بتعلم علم الدين، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، الله قال لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، خلاص لما يجي عزرائيل عليه السلام وتأتي ملائكة الرحمة إلى الإنسان التقي الطيب الولي الصالح يذهب عنه الحزن يذهب عنه الخوف من الموت، الله قال لا خوف عليهم
ولا هم يحزنون. خلاص ما بقى في عليهم خوف ولا هم يحزنون، ليس عليهم حزن. كان في الدنيا عندهم خوف، حزن، بلاء، يضربون، يقتلون أحيانا الصالحون في هذه الدنيا، يظلمون، يشتمون، يؤذون، لكن في الآخرة خلاص ما عليهم عذاب، ما عليهم نكد. فهذا الذي يقوله بعض الناس أنه كل واحد يضيق عليه القبر، كلام غير صحيح، مخالف لما جاء في النصوص، لما جاء في القرآن ولما جاء في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. وضغطة القبر لا تحصل للصالحين، ضغطة القبر تحصل للكفار ولبعض عصاة المسلمين، لا تحصل للأنبياء، لا تحصل للشهداء، لا تحصل للأتقياء. كل كلام يخالف القرآن كلام غير صحيح، كل كلام يخالف الحديث المتواتر فهو غير صحيح، وكل كلام يخالف ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو غير صحيح. اللي ثبت في الشرع أن الولي مكرم لا خوف عليه ولا حزن، خلص ما عليه خوف ولا حزن ولا عذاب بعد الموت، ما عليه عذاب في يوم القيامة، لا يخاف الإنسان التقي. أكثر الناس يخافون لكن الأتقياء لا يخافون. في يوم القيامة التقي لا يكون حافيا، لا يكون عاريا، لا يكون جائعا، لا يكون عطشان. من الذي يكون حافيا عاريا جائعا عطشان؟ الكفار. وبعض عصاة المسلمين يحشرون حفاة عراة. أما الأتقياء الأولياء الأنبياء الصالحون الشهداء لا يكونون حفاة عراة. بعض الناس شو اللي استقر في بالهم؟ أنه كل الناس يحشرون حفاة عراة. ليس كل الناس يحشرون حفاة عراة. آدم عليه السلام لما نزل الأرض لم يكن عاريا عليه السلام. كمان بعض الناس بيتصوروا أنه نزل إلى الأرض عاريا، لا، فبدت لهما سوآتهما في الجنة لما أكلا من الشجرة التي نهيا عنها. الله تعالى أخبر فطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، أخذا من أوراق الجنة وهي عريضة وسترا الجسد. وكان أيضا عليهما ثياب من نور لما نزلا إلى الأرض. فآدم عليه السلام لم يكن عاريا في الأرض، وحواء لم تكن عارية في الأرض، وما عاشا كالبهائم مثل ما بيصور بعض الناس، بيقولوا الإنسان القديم محدود بالظهر ومليان شعر وبيشبه القرود. هذا الكلام مخالف للشريعة، ليس كل ما في الكتب يكون صحيحا. نحن نأخذ الدين من القرآن، من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، من كلام أئمة الهدى، مش من الأشياء اللي مجرد أن تكون موجودة في الكتب. في بعض الناس مكتوب في بعض الكتب أن زينب، أن زينب بنت الرسول عليه الصلاة والسلام يضغطها القبر حتى تصير كالشعرة. هذا الكلام منه صحيح. زينب بنت الرسول عليه الصلاة والسلام لا يحصل لها ضغطة قبر. في بعض الكتب مكتوب لو نجا منها أحد لنجا منها سعد، يعنون سعد بن معاذ الذي هو من أولياء أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ومات شهيدا، كان سيد الخزرج، من أولياء أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، من أكابر الصحابة. هذا الرجل يقال عنه يضغطه القبر؟ لا يجوز. لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طب موجود في الكتب، شو بنعمل؟ شو بنقول؟ نقول في قواعد. كل كلام خالف القرآن باطل، كل كلام خالف ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم باطل. لو كان موجودا في الكتب، اليهود كتبوا في بعض الكتب، دسوا في بعض الكتب، المشبهة دسوا في بعض الكتب، المبتدعة دسوا في بعض الكتب. مش كل شيء بيكون بالكتب يكون صحيحا. مش واحد يقول أنا قرأت بكتاب كذا. إذا قرأت كلاما يخالف القرآن تترك القرآن وتأخذ بهذا الكلام الذي قرأته أو سمعته؟ لا، قواعد هون في الدين مهمة أن تعرف حتى يتجنب الوقوع في مثل هذه المفاسد. ما يتوهمه بعض الناس من أن القبر يضيق على كل أحد في البداية ثم يوسع على المؤمن غير صحيح. حكيت لكم قبل هذا حتى تشوفوا الفساد اللي وصلنا إليه. كنا في عزاء في الإمارات عند شخص مات أبوه، فقام واحد من موريتانيا وعلى رأسه عمامة ومسك الآلة، وأثناء كلامه ماذا قال؟ قال ضغطة القبر
لا ينجو منها أحد حتى محمد. عن الرسول يتكلم حتى محمد أعوذ بالله من الكفر. الله تعالى يسر لي وأخذت الآلة ورددت عليه بالدليل حتى يعرف الناس المجلس كان ممتلئا بالناس، فالحمد لله سمعوا الحق. يجب أن ينكر هذا المنكر، لو كان في مجلس في ناس، لو كان بعض الناس قد يقول أنه كيف بدك تحكي وهذا حاطط على رأسه عمامة، لا يجوز السكوت عن المنكر مع القدرة على إنكار هذا الكلام. كفر الذي قاله، قال لا ينجو منها أحد، قال حتى محمد، والعياذ بالله. سيدنا محمد أفضل خلق الله، يجوز أن يكون عليه ضغطة قبر؟ لا يجوز هذا على الرسول، وهو لا يليق بكرامة المؤمن عند الله، أي المؤمن التقي، لأن بعض العصاة يحصل لهم ذلك برهة من الزمن. وأما ما يرويه بعضهم في حق سعد بن معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو نجا أحد من ضغطة القبر لنجا سعد، فغير صحيح. هذا لما هون عم نقول غير صحيح، هو حديث موضوع، يعني نسب إلى الرسول والرسول لم يقل ذلك عليه الصلاة والسلام. وإن صححه من صححه، يعني إذا واحد قال بس في علماء قالوا عنه صحيح، شو الجواب على ذلك؟ قاعدة قالها العلماء، كل حديث خالف القرآن ولم يمكن تأويله فهو باطل، باطل يعني موضوع. كل حديث خالف المتواترة ولم يمكن تأويله فهو باطل يعني موضوع. كل حديث فيه ركاكة يعني ضعف في التركيب في الكلام فهو باطل، الرسول لا يقول كلاما ركيكا. كل حديث خالف الواقع فهو باطل، يعني ثبت أن الواقع كان كذا وكذا وكذا فيما مضى، فجاء حديث ينسب للرسول فيه خلاف هذا الواقع، الرسول لا يقول كلاما بخلاف الواقع صلى الله عليه وسلم. موجود في بعض الكتب أن امرأة يهودية ذكرت عذاب القبر عند رسول الله، قال فأنكره الرسول ثم عاد وأثبته. الرسول لا يقول كلاما بخلاف الواقع، عذاب القبر ثابت بالقرآن والحديث الصحيح، كيف بده ينكر الرسول؟ ما ثبت أنه حصل لا ينكره رسول الله. الرسول لا يخبر بخلاف الواقع عن شيء قد حصل، وعن شيء سيحصل من أمور البرزخ، وعن شيء سيحصل من أمور الآخرة، ولا يخبر بخلاف الواقع عن شيء من أمور التحليل أو التحريم أو المشروعية. ما بيقول بخلاف الواقع الرسول، الرسول عليه الصلاة والسلام هو مبلغ الشريعة، كيف يقول بخلاف الواقع؟ لا يجوز عليه، بس موجود ببعض الكتب. هي مشكلة، هي مصيبة، هي أن مثل هذا الكلام موجود في بعض الكتب. ليش مصيبة؟ لأن بعض الناس يقول لك أنا قرأته في كتاب، وهذا الكتاب مثلا مشهور. الذي عنده اعتدال، الذي عنده فهم صحيح، يقول إذا خالف هذا الكلام القرآن أكيد الرسول لا يقوله، أكيد لا شك عندي أن الرسول لا يقول كلاما بخلاف كتاب الله، هو أنزل عليه كتاب الله، هو الذي بلغ كلام الله، كيف يقول كلاما بخلاف كتاب الله عز وجل؟ هذا يجوز على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أكيد لا. لكن كيف يعرف الشخص هذا؟ بتعلم القواعد الشرعية، إذا تعلم هذه القواعد يعرف. سعد بن معاذ ولي صالح مدحه رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع الولاية شو نال؟ أيضا الشهادة، ولاية والشهادة، كيف يضغطه القبر؟ لا يجوز. فمذكور في بعض الكتب أن الرسول قال لو نجا منها أحد لنجا منها سعد، وبعض المتكلفين قالوا إيه في ضغطة في القبر تكون ضغطة حنان على المؤمنين. ما في ضغطة حنان في القبر، القبر قبر، تعرف شو يعني قبر؟ كيف بده يكون ضغطة حنان؟ قال كضغطة الأم على طفلها، الأم مثل القبر لما تضم طفلها، هذا مثل القبر، القبر حجارة وتراب وبحص، هذه الضمة مثل ضمة الأم بحنانها على ولدها، بس هذا تكلف في غير محله، وهذا غلو، والله لا يحب الغلو، الله نهى عن الغلو، يعني نهى عن مجاوزة الحد الشرعي. الرسول عليه الصلاة والسلام قال وإياكم والغلو فإن الغلو أهلك من كان قبلكم.
قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. الغلو ممنوع في الشرع، نحن نهينا عن الغلو. عرفتم ما معناه؟ يعني مجاوزة الحد الشرعي، مجاوزة ما جاء في الشريعة. مثل بعض الناس يقولوا نحن كثير منحب الرسول عليه الصلاة والسلام، فالرسول هو أول خلق الله، هذا اسمه غلو. الرسول عليه الصلاة والسلام أفضل خلق الله، مش أول خلق الله. أول خلق الله الماء بلا خلاف بين العلماء. ليش بلا خلاف بين العلماء؟ لأن الرسول قال ذلك، قال عليه الصلاة والسلام كل شيء خلق من الماء، كل شيء خلق من الماء، كل شيء يعني المخلوقات كلها أصلها من الماء، الله أخرجه من العدم إلى الوجود، ثم هذا الماء أصل للمخلوقات بقدرة الله سبحانه وتعالى. بعد كلام الرسول بيجي واحد بيقول سيدنا محمد أول خلق الله، هذا منه تعظيم للرسول، هذا عم بيكذب الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول قال نحن الآخرون السابقون، نحن الآخرون أي وجودا، السابقون أي دخولا الجنة، لأن الرسول هو أول من يدخل الجنة، ثم يتبعه الأنبياء، ثم أول أمة تدخل الجنة أمة محمد. فسؤال الرسول نحن الآخرون أي وجودا، السابقون أي دخولا الجنة، هذول عم بخالفوا الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن اهتز كيف وقد ورد في فضل سعد اهتز العرش لموت سعد بن معاذ، رواه البخاري. لما مات سعد رضي الله عنه، الله تعالى إكراما له خلق في العرش شعورا فاهتز لما مات سعد، لأن روحه أين إلى أين يصعد بروح المؤمن التقي؟ يصعد به إلى عليين، فاهتز العرش لموت سعد. فمن اهتز العرش لموته كيف يليق بمقامه أن يصيبه ضغطة القبر؟ وما يروى عنه من أنه كان لا يحترز من البول فغير صحيح، يعني هذا أيضا من الموضوعات، بدليل ما ورد عن رسول الله من أنه وصف سعدا بأنه شديد في أمر الله. شديد يعني متمسك بالدين، شديد في أمر الله أي متمسك بالدين أي تقي، فلا يجوز عليه إذا كان كذلك أن يكون ممن لا يحترز من البول. وورد عن عائشة أنها قالت في حق سعد لم يكن في عشيرة بني الأشهل أفضل من سعد بن معاذ وأسيد بن حضير وعباد بن بشر. وكان أسيد بن حضير رضي الله عنه عندما يقرأ القرآن أحيانا تنزل الملائكة إليه من السماء، كان يرى قناديل من نور حين يقرأ القرآن تنزل من السماء، هذه الملائكة كان يراهم ينزلون من السماء عندما يقرأ القرآن من شدة حضور قلبه وخشيته من الله تبارك وتعالى. وأما الأحاديث التي وردت في حصول ضغطة القبر لصبي دفن في عصر الرسول، وأن النبي قال لو كان يسلم منها أحد لسلم منها هذا الصبي، وفي حق سعد بن معاذ رضي الله عنه، وفي حق بنت النبي زينب، فهذه الأحاديث معارضة لما هو أقوى منها، وهي لم يخرجها الشيخان. قلنا إذا الكلام اللي يروى ينسب إلى الرسول عارض القرآن أو الحديث الثابت عن الرسول ولم يكن له تأويل، عرف أن هذا غير صحيح. والحديث الذي في الصحيح أن ضغطة القبر للكافر والمنافق، فكيف يقال إنها تصيب كل ميت إلا الأنبياء؟ ومما يمنع صحة ما ورد في حق سعد من ضغطة القبر أنه كان شهيدا، لأنه مات من جرح أصيب به في غزوة الخندق، غزا مع الرسول عليه الصلاة والسلام وأصابه جرح ومات من أثر ذلك الجرح، يعني نال الولاية والشهادة، كيف بده يكون عليه ضغطة قبر؟ والحديث الصحيح الوارد في حقه أنه اهتز عرش الرحمن لموت سعد، فكيف يصح في حقه مع هذين الأمرين أن يعذب بضغطة القبر؟ وتدفع تلك الأحاديث أيضا بالآية ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يعني هذه الأحاديث التي نسبت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهي
مخالفة لهذه الآية يعرف أنها ليست صحيحة، أنها موضوعة مكذوبة على الرسول صلى الله عليه وسلم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سعد من هؤلاء، فلا خوف عليه ولا حزن، ما عليه خوف ولا حزن. المنافق المقصود به الكافر الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، يعني يميزون حين يقولون الكافر يريدون به المعلن الذي هو كافر معلن كاليهودي، ولما يقولون بعده والمنافق يريدون به الذي يظهر الإسلام لكن يبطن الكفر، كعبد الله بن أبي بن سلول الذي كان يدعي أنه على الإسلام ويطلب من الرسول أن يستغفر له، ويأتي مسجد رسول الله ويصلي خلف الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم إذا خلى لجماعته سب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يسمى منافقا، يعني يظهر الإسلام ويبطن الكفر. هو والكافر المعلن سواء من حيث إنهما كافران، هذا كافر وهذا كافر. وسبحان الله وبحمده والحمد لله رب العالمين.